وصلنا لفقرة جول رايك. طبعا اليوم زميلنا مبارك الكويك بيسأل الناس سؤال حساس شوي، وش السبب اللي كنت تتعاقب عليه في المدرسة؟ خلونا نسمع إجاباتكم بعد ونرجع نعلق. حياكم الله مجددا من جديد في فقرة جول رايك. جول رايك جول رايك. سؤالنا اليوم في جول رايك يقول ايش اكثر سبب كنت تعاقب عليه ايام المدرسة؟ خلونا نشوف اليوم ابرز الإجابات. تشارك كثير مع مدرس. طيب. اي فكانت إشكالية عندي يعني اني اشارك كثير ولا اعطي فرصة لزملائي. انه قبل التسجيل كان في شيء ثاني. لا انه رجعت الامر بسرعة فخلنا على كذا. طيب كان يعاقبك الاستاذ؟ اي والله كثير. يعاقبك على ايش؟ على اللي قبل التسجيل. انك ايش؟ اني كنت انحاش المدرسة واجد. للأمانة في كثير اسباب بس اهمها الجوالات. جوالات في عندك يعني اسباب ما ودك تقولها مثل يعني نقول نحشي كنا نغني بعد نغني يعني كثير اسباب تعرف يعني انت يعطيك العافيه الله يعافيك حبيبي. اتاخر في الخروج من المدرسه اخر ما تطلعين. اي والله ما ينادون ينادون وامي تجي والحمد لله الله عم مثلا الحمد لله خلاص خرجت من الجامعه. عدم حل الواجبات تعطيها سكيب كلها؟ كلها ليش طيب؟ إهمال صحيح العبارة إهمال إيه لا ما راحت خلاص إهمال إهمال إذا ما حلينا إهمال. شكرا لك الله يعطيك العافية. والله انشغب كرسي يعني أكثر حركات مثلا إيش كانت؟ والله كنت تنقل من كرسي إلى كرسي غير الطاولات. أيوه معاقب عليها؟ أي نعم عقاب أول صح. إيه خبرين إشكالات قاعدة ممكن التأخر من الحصص. ليش طيب؟ يعني عليك نومة تكمل الفسحة يعني تأخر لك فرة شوي ضيع وقت الحصة تعاقب عليها. إيه أكيد والله لا تخلو المدرسة يعني من شقاوة الأطفال سابقا. يمكن السواليف في الفصل قدرت السواليف إيه ما نركز يعني كنا سهلات أول. أي والله هذا هو والله أيام كنت طالب كنت ممكن أتعاقب إن وقت الحصة عند غياب المدرس كنا يعني لازم نلتزم الصمت فهذا السبب يعني صعب الواحد يلتزم صمت في خلال يعني 40 دقيقة صحيح هذا السبب يعني والبقية الحمد لله يعني. ما في لا الحمد لله إن شاء الله يعطيك العافية. والله زميلنا مبارك طلع يعني واحد واحد شيطاني. ايه. انت بسهل ما سمعت ايش يقول قبل شوي يوم دخل يقول طبعا في واحد من اللي طلعوا كان صاحبه ايام المدرسه زميله فيقول اقول لي ايش انا كنت اعزف يدق على الطبله ما ادري ايش يسوي ما شاء الله وش الطبله يا مبارك قلت لي على الطاوله عشان فيها معدن ايه وكان زميله يغني. يا سلام مواهب مدفونة ما تقدروا المواهب يعني بس الأولاد صدق يعني ترى يصيرون شياطين أكثر من البنات يعني أتذكر أنا مرة هادية بس أنا ولدي مو جنني لا لا يعني من أولى ابتدائي إلى ما يعني عقل على خامس كذا المدرسة يوميا أم نواف صرت أقول لهم لا ماني بأم أنا ماني بأم أحد لأنه إيش كان مثلا ينحاش يروح يلعب كورة مع القسم الثاني اللي أكبر شوي الأكبر شوي يلقى ذوليك عندهم أي فعاليات في المدرسة يروح يشارك فيها أهم شيء ما يحضر أي. فالأولاد أحس أن عندهم طب الحركة. طب وإنت؟ والله كنت مرة هادية تخيلي أمي ما تعرف يعني عني شيء في المدرسة حتى لدرجة أنه مجلس الأمهات ما كانت تجي لأنه ما لي أحس ليش تكون مني ما أتكلم مع أحد كنت طفلة مرة هادية صدق ما شاء الله عليك بس يعني الأولاد غير ما أعرف أنت حقول لك أنا بس عشان بس نوصل أو نحسن صورة زميلنا مبارك الكويك بين هو شرح لي إيش الموضوع قال أنا كنت أطبل وزميلي كان يغني عشان كانوا يبغوا مسابقات وزارة كان ود يكون في ذاك الوقت تكون في وزارة الثقافة تكون موجودة عشان تتبنى هذه الموهبة الحمد لله اللي الله يحرمنا منها يا مبارك. أنا كنت عاقلة يعني بأمانة بس أكثر شيء كنت أتعاقب عليه أول ما نقلت من الشرقية على المدينة دخلت مدرسة حكومية فكنا نلبس القبة تعرفين القبة البيضاء أيوة. أنسى يوقفوني في الطابور عشان ما كنت ألبسها
فأحيانا كنت أسوي تمويه أحط مناديل يعني إنه شيء أبيض عرفتين أنا لابسة القبة يعني إيش كمان لا والله كنت عاقلة بس بعد الحصص اللي ما كنت أحب أحضرها عشان كانت مدرساتها شوي شديدات كنت أقول لهم بطي تعورني أبغى أنزل الإسعاف فتلاقي من الساعة 10 إلى الساعة 1 أنا في الإسعاف ما أطلع مرة ثانية والله أنا كنت يعني إذا في زي ما تقولين الحصص ما أحبها أو شيء أغيب هذا اليوم تصريح. بس انا لين الجامعه صدقين لحد ما تخرجت امي ما حست فيني ابدا يعني اخواني الاولاد لا ما عندي مشاكل ما تسالني يعني بس يعرفون انا في اي صف بس هذا اللي كانوا يعرفونه عني بس كنت مع نفسي يعني اسوي كل الاشياء وهذا حلو بس حلوه ترى الشقاوه يعني الولد اللي طلع ذكريات حلوه واشياء زينه طبعا بنروح الحين وين نروح بنروح فاصل بعد الفاصل بنرجع لكم نكمل مواضيعنا